السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة المعهد الفني التكنولوجي بوردان، تكملة لسلسلة المحاضرات الخاصة بالجرارات وميكانيكا الجرارات، ميكانيكا الوحدات المتحركة. النهاردة هناخد دائرة مهمة جدا جدا جدا، ألا هي دائرة الرباط. دائرة الرباط يعني إيه؟ دائرة الرباط يعني الفرامل، يعني الحاجة اللي بتوقف العجل، بتوقف المسير، بتوقف مسير الجرار لما احب اوقف او لما احب امشي. بصرف الرباط وبمشي على بركه كده. فايه الاداه او ايه الوسيله الاساسيه لجلب الهواء للجرار؟ هو الكمبريسور. الكمبريسور بشكل ده تمام يا جماعة، بصوا على الشكل كويس عشان أنا كلامي كله هتكلموا على شرح هذا الشكل. خلاص؟ الكمبريسور عندي نوعين من الكمبريسور، في نوع ثلاث اسطوانات وده نوع صغير، وفي نوع ستة اسطوانات. الاسطوانات الموجودة في الكمبريسور في عندي اسطوانات للسحب وللضغط، وعندي مرحلتين، في مرحلة اسمها مرحلة الضغط المنخفض، وفي مرحلة اسمها مرحلة الضغط اللي هي مرتفع. لو بصينا في الرسم اللي قدامكم كده في الفيديو، لو بصينا في الرسم، انتوا هتبصوا معايا في الرسم. الرسم ده موجود فيه عندي مرحلتين، ادي تولز بيستن شمال ويمين اللي هو من هنا ومن هنا، اللي عاملين حرف في دول، الاثنين دول ضغط واطي. البيستن اللي في النص ده ضغط عالي. طبعا البيستن يعني عمود كرنك ماسكه، ادي شايفين ثلاثه عمود كرنك، يبقى عندي ثلاثه بسات. وادي الدايره في النص دي عمود الكرنك اللي هو موجود بيحرك هذه البسات. عندي البسات دي ممكن يكون عندي اثنين ضغط وايه واثنين واحد سحب، عندي اثنين سحب واحد ضغط. فلازم نعرف ايه التركيب بتاعي. انا لو بصيت في جدول المقارنه عندي هنا وجهه المقارنه، عدد سته سلندر وفي ثلاثه سلندر. الكمبريسور الكبير فيه اثنين سلندر في كل مرحله، يعني اثنين في الضغط الواطي اربعه، اثنين في اثنين باربعه، في الضغط العالي بيكون عندي اثنين. يبقى هنا عندي اثنين، هنا عندي اثنين ضغط عالي، وهنا اثنين ضغط واطي، وهنا اثنين ضغط واطي، يبقى المجموع اربعة ضغط واطي واثنين ضغط عالي. تمام؟ في عندي هنا هو في الضغط الواطي بقى في الكمبريسور الصغير اثنين ضغط واطي، واحد في المنتصف ضغط عالي. مراحل الضغط اثنين سحب وضغط، مراحل الضغط اثنين سحب وضغط. نفس الكلام موجود هنا. التبريد طبعا التبريد هنا هو بالماء. التبريد بالماء تمام. الاقصى ضغط واقصى سرعه، اقصى ضغط اللي هو 10 ضغط جوي او 10 بار، واقصى سرعه اللي هي 900 لف على الدقيقه. نفس الكلام في الكمبريسور الكبير والكمبريسور الصغير، يبقى 10 بار الضغط الجوي الرئيسي 10 بار و900 لف على الدقيقه اللي هي الايه؟ السرعه، اقصى سرعه. قدرة الأداء عند السرعات القصوى 90 حصان في الكمبريسور الكبير و57 حصان في الكمبريسور الصغير. معدل الشحن عند أقصى سرعة عند الحاجات دي يعني 11460 لتر على الدقيقة. هنا دي لتر على الدقيقة عشان دي سرعة، أما هنا دي دي معدل الشحن، يعني لتر اللي هي كمية الإيه؟ الهواء. هنا الدقيقة ودي 7200 في الكمبريسور الصغير لتر على الدقيقة. تمام؟ إيه طريقة التشغيل؟ إيه طريقة التشغيل بتاعة الكمبريسور؟ الكمبريسور ده لما نيجي نبص له، أنا عندي هنا مرحلة ضغط منخفض ودي مرحلة ضغط منخفض. الاثنين دول فيهم اللي إيه؟ موجود عندي المرحلتين. في عندي إيه؟ بستمين هنا، بستمين هنا، وبستمين هنا، عشان ده الكمبريسور الكبير. يبقى عندي بستمين هنا، بستمين هنا، بستمين هنا. دي اسمها بستم. الاثنين دول واحد سحب وواحد طرد، واحد سحب وواحد طرد، دول اسمه بستم، بستم واحد.
وده ودي ادي بيستم اتنين، يبقى ده بيستم وده بيستم، يبقى انا كده عندي ايه؟ يبقى انا عندي كده مرحلتين، ادي هنا بيستمين وفي منتصف الضغط العالي فيه بيستمين، والضغط الواطي اللي هو زي ده من الناحية التانية اللي هو ده بيكون بيستمين برضو. تمام؟ البيستم الواحد ليه بلفين، بلف سحب وبلف ضغط، لكن هو بيستم واحد. البيستم الواحد ده موجود هنا وموجود هنا، اللي هما الايه من هنا بقى في الجنب ده والجنب ده، ده اسمه الضغط المنخفض في الجنبين، اما في النص ده اسمه الضغط العالي. ايه اللي بيحصل بقى؟ المجموعه دي الخزنه دي، والخزنه دي بيكون فيها دعامه ماسكه فلتر خارجي علشان ينقي الهواء اللي في موجود في الغرفه او في المكان اللي موجود فيه الكمبريسور، بينقي كمرحله اولى. بعد ما بينقي كمرحله اولى بيروح داخل على ايه؟ داخل على البستم السحب. بيستم السحب بياخده وبينزل البيستم من فوق ينزل لتحت عشان يسحب هذا الهواء. بعد ما بيسحب هذا الهواء وبينزله تحت بيروح ايه اهو بينزل تحت كده وبينزل بعد كده ايه ده عمل كده، والتاني والضغط الواطي التاني من ناحية التانية برضو بيعمل نفس الكلام، يبقى السحب ده نزل والسحب ده نزل، بكده بيحصل عملية ضغط، الاتنين بيطلعوا مع بعض عشان يعمل عملية ضغط، يبقى عملوا سحب وعملوا ضغط علشان يعملوا عملية الايه؟ عملية ياخد يشفطوا الهواء، شفط الهواء بقى كده ضغطوا، ضغط الهواء فين؟ ما بيضغطوش بقى في المرحلة اللي هي في النص الضغط العالي، لا، هنا في الجنب لو بصيتوا في هنا زي مستطيل أو في مكان في الجنب ده اسمه سربنتينا، سربنتينا بتاخد الهواء السخن اللي جاي من الخارج واخد ورفعوا ضغطه شوية ودخلوه على السربنتينا، دخلوه على السربنتينا ليه؟ عشان يحصل له هيت اكستشينجر، يعني تبادل حراري، هنا في مية جوه السربنتينا تاخد الحرارة الموجودة في الهواء دي، تمام؟ وتطلع الهواء من هنا على أساس يخش الخزنة اللي في المنتصف اللي هي الضغط العالي. تطلع الخزنة اللي في الضغط العالي يبقى هتخش عن طريق إيه؟ لازم هتخش عن طريق بلف السحب. الدخول دايما بيكون ببلف السحب، اما الخروج من المرحله بيطلع عن طريق بلف الطرد. يبقى من هنا بعد ما وصل وتبرد في السربنتينا الموجوده بين الثلاث مراحل بيطلع الهواء ويخش عند ايه؟ عند بلف ايه؟ عند الجزء بتاع الضغط العالي. جزء الضغط العالي ده بيسحب الهواء من السربنتينا وبيضغطه، لما يضغط الهواء بعد كده بقى بيبقى ايه؟ بيخش على حاجه اسمها ايه؟ السربنتينا. السربنتينا دي عبارة عن ماسورة طولها 10 متر وعاملة زجزاج، عاملة بالمنظر ده الماسورة دي، الهواء بيخش من هنا ويطلع من هنا، دي طولها 10 متر. ليه أنا عملتها كده وبالشكل ده ليه؟ علشان بدي مساحة أوسع لأنه درجة الحرارة الموجودة في الهواء تتشتت في الجو. الماسورة دي تحتيها إيه وفوقيها إيه؟ الماسورة دي بتكون تحت هنا، بعد كده هنا في مروحتين، بعد كده فوق هنا بيبقى في الراديتير بتاع الايه مجموعه دي، تمام؟ الراديتير اللي هو بيبرد، اللي هو بيبرد اللي فوق، يعني ايه المروحتين، المروحه دي بتطلع هواء ساقع عشان تبرد الراديتير اللي فيه ميه سخنه، وبالتالي تحتيها الايه الماسوره اللي عامله سربنتينا، فلما دي بتسحب بتسحب الهواء السخن من فوق وبتطلعه من هنا عشان ايه يطلع بره الجراب. يبقى هي ليه عملين المروحتين اللي فوق دول، اللي هي بين السربنتينا الماسوره اللي هي 10 متر طولها واللي عامله السربنتينا دي وعامله لفه كده عامله زجزاج، والمروحه، المروحه دي بتاخد الحراره من هنا وبتخبط في دي عشان تشتت الايه برضه الحراره الموجوده في الريتيل اعلى. يبقى دي المراحل اللي بتمر بيها علشان انا ابرر بيها هذا الهواء. ده التشغيل بتاعي بتاعكم. انا كده خلصت دي، بتعمل ايه الماسوره دي؟ عندي خزانين، الماسوره دي اخرها بقى هنا في خزانين كبار بياخدوا 500 لتر، كل خزان بياخد 500 لتر، 500 لتر. ايه 500 لتر من الهواء؟ بيكون هنا موجود بلف عدم رجوع عشان الهواء لا قدر الله لو حصلت مشكله هنا الهواء ما يرجعش من هنا ويروح ايه؟ نفقده، لا، يبقى ده احتفظ بهواء، ده احتفظ بهواء. هنا في بلف اسمه بلف سكسي بلف او بلف الامان، وهنا في سكسي بلف برضه بلف الامان. وهنا عندي في المرحله دي اللي هي بين المرحلتين دي الضغط الواطي ده وده والضغط العالي على المبرد السربنتينا دي في من فوق بلف، لو شفناه هنبص له في الجنب كده موجود ايه؟ بلف امان. بلف امان ده فائدته ايه؟ انه يظبط الضغوط،
عشان ما يحصلش انفجار ولا زياده في الضغط، بيظبط الهواء. وهنا بالنسبه له ايه موجود؟ ليه بل في امان هنا وبل في امان هنا؟ موجود علشان الهواء المفروض يوصل هنا عندي 10 بار فقط، اول ما يوصل الهواء 10.5 بيروح منزل هذه لغايه ما يوصل ل9 بار ويرجع تاني عشان يشحن. ده الوضع الطبيعي، يعني الهواء المفروض اخره لما يوصل ل10 بار ده اخره، لو وصل 10 بار الشيكس بلف ده بيفتح ويطلع الهواء ده زياده ده فين؟ في الجو، علشان اول ما يوصل ل9 يروح فاصل ويروح الهواء جاي وبقي 10، اول ما يوصل ل10.5 بيفتح تاني الشيكس بلف عشان يطلع الهواء زياده علشان ما يحصلش في انفجار في المجموعه. بعد كده طلعت المجموعه دي بنطلع بقى وتتوزع على الدوائر بتاعتي، لكن انا من هنا لغايه ما تتوزع على الدوائر بتاعتي عندي في حاجات لازم اعرفها هنا. الحاجات دي بقى اللي لازم اعرفها، طريقه التشغيل قلناها اللي هي انه بيشفط بل في السحب بقى كده بيتضغط عشان يخش على السربنتينا، بعد كده بيخش ايه يسحب عن طريق بلف الضغط العالي، وبعد كده يخش على الطرد بتاع السربنتينا الطرد بتاع البلف العالي ويدخله على المرسيل اللي هي قلنا 10 متر، بعد كده بيدخله على السربنتينا. كل الكلام ده احنا ايه قلناه بتاع طريقه التشغيل. في عندي هنا التشغيل سويتش الضغط CCS بلف الامان، قلنا بلف الامان بيدي اول ما الهواء يوصل 10.5 فهو بيروح ايه مطلع الهواء زياده. في عندي جهاز رفع الحمل على الكمبريسور. يعني ايه رفع الحمل على الكمبريسور؟ اولا عايزين نعرف حاجه كويسه جدا جدا، الكمبريسور ده متصل اصلا بالمكنه عن طريق الفلانشه، في فلانشه بين عمود الكرنك بتاع المكنه وبتاع الكمبريسور، يعني عمود الكرنك بتاع الكمبريسور وعمود الكرنك بتاع المكنه الاثنين في الاينمنت واحد على استقامه واحده، يعني الاثنين ليهم ايه؟ وزنه واحده، بينهم ايه؟ فلانشه بتنقل من الكرنك بتاع المكنه للكرنك بتاع الايه؟ بتاع الكمبريسور. التبريد في ماسوره ميه بتجيني من تبريد من ماسوره عموم تبريد المكنه بتخش لي على الايه؟ على الكمبريسور عشان تبرد الايه؟ تبرد الثلاث مراحل وتبرد وتدي هواء للسربنتين، يعني بتدي هواء للسربنتين بتدي ميه للسربنتين علشان تبقى في تبادل بين الهواء وبين الميه ويحصل ايه؟ الاكسجنشن، وبتدي ميه عشان ايه؟ تبرد البساتين، يبقى عندها شغلتين.